تداولت وسائل التواصل الاجتماعي امبارح فيديو من 10 ثواني هو جزء من نقاش سياسي جريناه من 3 4 ايام بساحة العزرية قدام جمهور كبير مدته ساعة ونحن يلي صورناه ونشرناه. وردت بكلامنا تعابير وصيغ جرحت شعور جزء كبير من مجتمعنا، مع العلم انه قصدنا من الكلام هو تماما نقيض ما فهم. اذا الناس فهمت عكس قصدنا هذه مسؤوليتنا مش مسؤولية الناس. ونحن لأننا ناس واضحين عندنا جرأة انه نعتذر عن اختيارنا لتعابير ولصيغ غير موفقة. الكلام عن رش الرز على الإسرائيليين من قبل ناس صاروا أولادهم مقاومين كان المقصود منه أنه المقاومة نهضت للرد على هزيمة واحتلال الجنوب ونص لبنان والعاصمة بيروت كان هزيمة بكل تأكيد. التعبير ما كان موفق نعتذر عنه. الكلام عن الشكل والتياب كان المقصود منه أنه مظاهر الناس صارت تدل على انقسام المجتمع مش بس عند الشيعة، عند الموارنة والسنة والدروز وكل الباقيين. مش المقصود طبعا تياب الفقرة وتياب الأغنياء ولا تياب الناجي عن قناعات دينية صادة. التعبير ما كان موفق نعتذر عنه. بالنسبة لنا المقاومين يلي حرروا الأرض سنة 2000 ويلي صدوا العدوان سنة 2006 هن لبنانيين إخوتنا وهن حققوا إنجاز عجزت عنه كل الجيوش العربية. هيدا أساسا مذكور بالفيديو نفسه. من قلن ولأهلن لكل الناس كل المجتمع إنه تاريخنا مشترك، همنا مشترك، ومصيرنا مشترك. شعارنا السياسي مسؤولية، هذا منه كلامه بس، والمسؤولية هي اللي اقتضت اليوم هالاعتذار. شكراً.